بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. واهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم المرصاد. والذي نرصد فيه الشبهات والاكاذيب والاباطيل التي ياتي بها الجاهلون من ابناء هذه الامه او من اعداء هذه الامه. فنحن لهم بالمرصاد نرصد شبههم ونرد عليها بتوفيق الله عز وجل. واليوم سندافع معا ونقوم معا قومه لله عز وجل ونرد عن صاحب جليل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندافع عنه بكل جهدنا وبكل حب وود لهذا الصحابي الجليل وللاسف الشديد وقع كثير من اعداء هذه الامه فيه وتلقف ذلك بعض ابناء هذه الامه فرحا مسرورا ممن يتسمى باسم المسلمين وممن ديانته مسلم ولو استمعت اليه كيف يتكلم عنه لما قلت ان هذا الرجل يحب الصحابه ولا يعني يحب يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب هذا الدين يعني الصحابي الذي ظلم على السنه هؤلاء هو سيدنا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما. قالوا فيه كثيرا بقى من هذه الاشياء، قالوا فيه ان معاويه كان ظالما. قالوا انه حكم بلا شرف ولا نزاهه. قالوا ان معاويه آه كان مخطئا في حربه مع علي بن ابي طالب، وبل يعني بعض أهل بعض هؤلاء يسبه ويلعنه. قالوا فيه انه كان يتاجر في الخمر. قالوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. سبوه وشتموه وانتقصوا منه وفضلوا عليه يعني يعني كثيرا ممن جاء بعده ونحن نقول رضي الله عن امير المؤمنين معاويه ابن ابي سفيان ونحبه ونتقرب الى الله عز وجل بحبه وبحب ابيه ابي سفيان وبحب كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسال الله عز وجل ان يحشرنا مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومع استاذهم ورسولنا جميعا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام معاويه اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم لكتابه الوحي فهو امين من امناء الوحي كاتب من كتبه الوحي ورجل استامنه النبي على كتابه القران على كتابة الكتاب المنزل على كتابة وحي الله عز وجل أيطعن فيه بمثل هذه الطعونات قالوا إن معاوية من من أسلم متأخرا ولم يستقر الإيمان في قلبه وقالوا إنهم من المؤلفة قلوبهم يعني النبي صلى أعطاهم يعني جمالا ونوقا وأموالا حتى يثبت الإيمان في قلوبهم، يعني كان مزعزع الإيمان هكذا قالوا. والحقيقة ال التي يعني نصك بها هؤلاء أن معاوية رضي الله عنه أسلم عام الحديبية. يعني أسلم بعد الحديبية مباشرة، وقع الإيمان في قلبه كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات. لكنهم لا يقرؤون الطبقات ولا يقرؤون الكتب هذه التي تدلل على على يعني تقوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما يقرؤون في الاغاني لابي الفرج الاصبهاني يقرؤون في بعض الكتب التي تاتي بالاسانيد الواهيه او المكذوبه على اصحابنا والسلام او يخترعونها من من عقولهم ومن اذهانهم. معاويه اصلا لم يسلم عام الفتح اسلم قبل عام الفتح اسلم في في صلح الحديبيه ولكنه اخفى اسلامه. فلما جاء عام الفتح اعلن اسلامه وحسن اسلامه رضي الله عنه وارضاه وقلت لقد اصطفاه النبي لكتابه الوحي ولم يكن من المؤلفه قلوبهم من اللي هم ياخذوا فلوس او ياخذوا كذا عشان حتى يثبتوا على الدين ابدا حتى ولو كان كذلك سلمنا نقول سلمنا انه كان من المؤلفه قلوبهم وسلمنا انه اسلم بعد فتح مكه فان هناك ايه يعني يعني ناخذها ونصك بها في وجوههم وهي قول الله عز وجل وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يعني الذي انفق واسلم قبل الفتح والذي اسلم وانفق بعد فتح مكه كلا وعد الله الحسنى، الاثنين في الجنه، الله وعدهم بالجنه ومعاويه سواء اسلم قبل الفتح او اسلم بعد الفتح وعد بالجنه كما وعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي تريدونه بعد ذلك؟ يقول لك معاويه حكم فظلم، معاويه ما ظلم احدا، كان الشعبي جالسا مع جماعه من التابعين فتذاكروا عمر بن عبد العزيز فقالوا فقال لهم الشعبي لو ادركتم زمن معاويه فقالوا في حلمه قال لا بل في عدله معاويه العادل قالوا انه قاتل عليا وهو مخطئ صحيح هناك مصيب وهناك مخطئ وكان الحسن البصري يعني اذا ذكر هذا يقول تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم او اما ومعروف ان الامر والحق مع علي بن ابي طالب وان معاويه يعني جانبه الصواب فهو رجل اجتهد كما قال اهل العلم اجتهد وما كان يعني يريد اراقه دماء وما كان يريد يعني أن يغتصب شيئا ليس من حقه، إنما كل الأمر كانوا يتكلمون في القصاص لدم عثمان. هذا يريد أن يتعجل، سيدنا معاوية كان يريد أن يتعجل بالقصاص من قتلة عثمان، وسيدنا علي كان يريد أن يتأخر قليلا حتى يعني دعائم الدولة تكون راسية والأمور تستتب والفتنة تزول. وهذا اجتهد فأصاب سيدنا علي، وهذا اجتهد فأخطأ. والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وكل من أصحاب النبي أسيادنا وتيجان رؤوسنا وتيجان قالوا إنه كان يتاجر في الخمر كذبوا وافتروا على معاوية ما تاجر في خمر ولا ولا شربه قالوا إنه زاد في درج المنبر على ثلاث درجات وما المانع أن يزيد الخليفة أو أمير المؤمنين أو الرئيس إن 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 رأى أن الناس قد قسروا وأن درجتين وثلاث درجات إذا صعد الخطيب عليها لا يرى الناس الخطيب رؤية واضحة ثم إن أمر درجة ودرجتين وثلاثة في المنبر يعني أمر على حسب حاجة الناس وعلى حسب يعني ما يعني يكون مناسبًا لرؤية المخطوبين لهذا الخطيب ان كانوا قلة يبقى درجة او درجتين ان كانوا كثرة يبقى ممكن يكون ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة وهذه من الاشياء التي تقتضيها المصلحة فلا يلام سيدنا معاوية قالوا انه قدم الخطبة على الصلاة صلاة الجمعة وكان الامر قبله تقدم تقدم الصلاة قبل الخطبة وكذبوا ما كان الامر قبل معاوية كذلك وما جاء معاويه بغير ذلك. قبل معاويه كانت الخطبه قبل الصلاه وعند معاويه كانت الخطبه ايضا قبل الصلاه. غير ذلك كذب على معاويه. قالوا ان النبي دعا عليه. نجيب الحديث عشان نفهم القصه. الحديث موجود في صحيح مسلم. من حديث ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت العب مع الصبيان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأت خلف باب فحطأني رسول الله حطأ يعني ضربه كده على 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 راسه من ورا كده وقال اذهب فادع لي معاوية قال فجئت فوجدته يأكل فرجعت إلى النبي فقلت إن معاوية إنه يأكل يا رسول الله قال اذهب فادع لي معاوية فجئت فرأيته يأكل فرجعت إلى النبي فقلت إنه يأكل يا رسول الله قال اذهب فادع لي معاوية لعله المرض الثانية أو الثالثة المهم قال له أنه يأكل الرسول قال لا أشبع الله بطنه فاتخذها أعداء الإسلام وقالوا هنا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أشبع الله بطنك طيب واضح في الحديث فعلا أنه هو دعا عليه طيب أنا أجيب لك بقى حديث يعني سبحان الله يقول أن هذا في صف معاوية له وليس عليه كيف ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اتخذت على ربي عهدا لن يخلفني قلت إنما أنا بشر فأي مؤمن دعوت عليه سببته لعنته جلدته ضربته فاجعلها له صلاة وقربة منه إليك إلى يوم القيامة طيب يبقى كده الحديث في صف سيدنا صف سيدنا معاوية يبقى كده شوف أي حد ده عليه النبي أو سبه أو ضربه أو يعني أو بأي شيء من هذا أن يكون رحمة وقربة وزلفة من الله سبحانه وتعالى نبع السلام مدح معاوية في حديث صحيح مسلم أنه رأى رؤيا وقال إني رأيت غزاة يعني يغزون ثبج البحر فقالت أم حرام أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال أنت منهم فكانت أم حرام في هذا الجيش، ولما خرجت من البحر وقصتها الدابة فماتت، كانت مع معاوية بن أبي سفيان، يبقى كده النبي عليه الصلاة والسلام مدحه وجاء له بفضائل. قيل لعبد الله بن المبارك: معاوية أيهما تفضل؟ معاوية أيهما أفضل؟ معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ يعني دايما الناس بيقولوا كده، سيدنا عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية. فقال عبد الله بن المبارك لغبار في انف فرس معاويه وهو في مشاهده مع رسول الله عليه السلام خير من عمر بن عبد العزيز وقال المعافى بن عمران عمر بن عبد معاويه بن ابي سفيان خير من عمر بن عبد العزيز وقال لا نعدل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدا اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فاتبون احسنه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته